أهلا بكم. تراجع سعر صرف ريال يمني لمستويات قياسية، حيث وصل إلى 500 لكل دولار واحد بعد أيام فقط من شن الحوثيين حملة ضد محلات الصرافة في صنعاء تخللها أعمال سرقة ونهب لمحتويات هذه المحلة. داهمت ميليشيات الحوثي محلات الصرافة في صنعاء قبل أيام بحجة ضبط التلاعب بسعر الصرف، مداهمات شملت مصادرة مبالغ كبيرة وإجبار الصيارفة على إيداع مبالغ طائلة بشكل غير قانوني في البنك المركزي. فما كان من الريال اليمني إلا أن انهار بعد 48 ساعة فقط. جريمة جديدة تضاف إلى قائمة ضحايا الحوثيين، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار إلى 500 لكل دولار واحد، متراجعا بنحو 30% خلال أيام. مصرفيون اعتبروا أن انعدام العملات الأجنبية يعد السبب الرئيس لانهيار الريال اليمني، إلى جانب لجوء الحوثيين للسطو والنهب على المصارف ومحلات الصرافة، مرجحين أن يستمر هذا الهبوط. كل هذا يأتي وحلول ميليشيات الحوثي الغريبة لم تتغير، فقادتهم وبشكل متكرر يطالبون اليمنيين المنكوبين أساسا بالتبرع للبنك المركزي، في وقت تؤكد التقارير أن الحوثيين أفرغوا احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية لدعم ميليشياتهم طيلة السنوات الماضية من احتلالهم للعاصمة صنعاء. محمد دغمش، العربية. نشرت قوات التحالف مقاطع